عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا أتقدم بالشكر الجزيل للسادة الزملاء الأفاضل على دعوتهم الكريمة، ابننا السيد النائب عمرو أبو زيد أبو اليزيد، وده ولدنا، وأيضا السيد النائب محمد إسماعيل نائب المحترم، وحبيبي سيادة النائب طارق إسماعيل حسنين، وهو أيضا يعني في كلمة عايز أقولها في وجود سيادة الوكيل الفاضل والزميل العزيز سليمان وهدان، وفي وجود حضراتكم اسمحوا لي أنا بصفتي الشخصية من أسعد لحظات حياتي عندما أكون موجودا لتكريم الأم المثالية وأمهاتنا جميعا. وأنا هقول بصريح العبارة أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع الأديان كرمت الأم لما لها من قيمة كبيرة في تربية الأسرة. وأنا على المستوى الشخصي عندما أكون في بلاخة دكرور البلد العظيمة المنطقة العظيمة، هذه المنطقة التي دائما وأبدا نستمد منها الأخلاق، أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعندما نكرم الأم أتذكر بكل فخر والدتي العزيزة رحمة الله عليها، التي جعلتني أقف الآن بينكم، فأنا لا أستطيع أن أنساها أبدا، ولا أنسى لمساتها الطيبة التي ربتني عليها مع والدي رحمة الله عليه. وأنا أتذكر، وهنا أوجه لأبنائنا مدى قيمة احترام الأم وقيمة الأم. أنا أتذكر عندما كانت تستيقظ مبكرا قبل صلاة الفجر وصحينا جميعا ونتجه إلى الوضوء استعدادا لصلاة الفجر، وأيضا كنا نأخذ منها البركة بالدعاء الطيب. فما نحن فيه هو سبب من أسباب البركة من المولى عز وجل أن جعلتنا في هذه الأماكن لنخدم أبناء هذا الشعب الكريم. حقيقة أنا من أفضل الأوقات وأفضل اللحظات عندما كنت أجلس بجوار أمي وأتعلم منها، وهي لها فضل كبير علي. ولذلك عندما وجهت إلي الدعوة من النائب الحبيب عمرو أبو اليزيد لم أتأخر أبدا لحظة مع زملائي السادة الزملاء النواب ومع زميلي الفاضل سليمان وهدان. فاسمحوا لي وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، شرف لي أن أقوم بتكريم حضراتكم أيتها الأم الكريمة صاحبة التاريخ العريق في تربية الأجيال، في تربية الجيل وتربية الأجيال في مصرنا الحبيبة. اسمحوا لي أن أيضا أن يعني يسمح لي السادة الزملاء النواب أن احنا نكرر هذا الاحتفال بإذن الله تعالى في السنة القادمة، ونكون معكم بإذن الله تعالى إن شاء الله، وأنا حكون حريص على ذلك. وأقدم الآن الدعاء لها، أن أقدم الدعاء لها بأن يحفظها ويحفظ مصر. طيب
أشكر أهل بولاء على هذا الاستقبال. يمكن احنا النهاردة في تكريم المرأة أو تكريم الأم، يمكن احنا لما نتكلم عن الأم كلنا نبقى كلنا عندنا معزة خاصة بالمرأة والأم. المرأة عندما تولد بتكون شفيعة لأبوها في الجنة، وعندما تكبر فتكمل دين الرجل، وعندما تنجب فالجنة تحت أقدامها. فتحية لكل أم مصرية. اللي علمت وكبرت، اللي استحملت وقاست. يمكن احنا النهاردة قليل جدا جدا ان احنا نكون موجود معاكم النهاردة ونكرمكم. يمكن انا امي توفت وانا في تاني اعدادي، شايفكم كلكم امهاتي، يعني لو طايل اقبل كل رأس واحدة فيكم هقبلها، لان انتم فعلا امهاتنا كلنا. يمكن معدن المرأة المصرية ظهر، وخاصة في ثورة 25 يناير و 30 يونيو كان مستوى الوعي للمرأة المصرية يفوق الخيال ويفوق التقديرات. هي اللي اختارت وقفت على الدستور، وكانت هي قوة دافعة لأن مصر تستقر بمؤسساتها. هي اللي طلعت في الشارع ونادت بأن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس لمصر. هي اللي طلعت واختارت النائب يمثلها وتكتمل مؤسسات تشريعية. فكل التقدير والتحية إلى كل أم وكل مرأة مصرية. أنا عايز دخلت في الموضوع على طول، ولكن لم أشكر المنصة، السادة الزملاء الحضور، السيد النائب أحمد إسماعيل، السيد النائب الوكيل الأول الأستاذ محمود، السيد محمود الشريف، السيد النائب طارق حسنين. بسجل لهم شكر إن أنا معاهم النهاردة في هذه الاحتفالية، وأكد زي ما قال السيد محمود الشريف وكيل البرلمان إن احنا هنكون حريصين على إن احنا نقبل الدعوة السنة القادمة إن شاء الله بإذن الله. احنا في منطقة عزيزة جدا على مصر، منطقة بولاء، منطقة شعبية، منطقة تدل على النبع الأصيل لمصر. مصر قامت بيكو وهتقوم بيكو بإن انتوا تربوا ولادكوا تربية سليمة، تعرفوا صحيح الدين، ننبذ الإرهاب والعنف، نكون احنا خط الدفاع الأول لحماية مصر وحماية شعبها من الفتن ومن الإرهاب. يمكن الأم هي اللي بتعلم كل حاجة، والشاب الصغير لما يطلع ويلاقي أمه بتديله جرعة من الوطنية، حب الوطن، حب البلد، إزاي يعرف يحب، إزاي يعرف يختار. هو ده الإنسان، أو هو ده الشخص اللي احنا عايزينه في المرحلة القادمة. أنا مش عايز أطول عليكم، بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وبقبل كل راس أم موجودة هنا، وكل راس أم موجودة في مصر كلها، وكل سنة وانتم طيبين. متشكر جدا أنا موجود معاكم النهارده في بلادي، متشكر جدا. احنا عايزين نعمل حاجة مشابهة مرة تانية، مش فقط في عيد الأم، في نص شعبان إن شاء الله تعالى هنعمل يوم زي كده تاني، هيبقى فيه خمس عمرات، عمرة رمضان بالكامل إن شاء الله تعالى هنقوم بيها، وكل الناس مدعوة، والسيد محمود بن شريف، وإن شاء الله تعالى والسيد سليمان وهدان، وكل السادة النواب هيكون موجودين، وطبعا عمرو أبو لذيذ دايما البداية، وإحنا معاه إن شاء الله تعالى كلنا. أنا اتكلمت على أهالي بولاء، بس لازم نتكلم على الأم. الأم المصرية على فكرة تختلف عن كل الأمهات. الأم المصرية الوحيدة اللي بتتحمل الظروف الصعبة دايما وأبدا. لما تسألها الناس رغم الظرف الصعب تقول الحمد لله يا ابني، كفاية الأمان اللي احنا عايشين فيه. لما جات ثورة يناير خرجت الأم المصرية في الميادين، خرجت عشان مصر ترجع ليها،
في 30 يونيو المصريات اللي كانوا موجودين في الميادين اكتر من الرجاله، عارفين ليه؟ عايزين استقرار مصر. لما جات الانتخابات الرئاسيه واستفتاء الدستور وانتخابات مجلس النواب، كنا دايما نبص على طوابير المراه فدلها اكتر بكتير من طوابير الرجاله، لان الام المصريه اكتر واحده حاسه بالامان وتاثيره على الاقتصاد وعلى اولادها. الام ليها اكتر من تكريم في كل الاديان، حتى في المسيحيه قال الام حبه، في اليهوديه اتكلموا على الام، قال اهتمام الابناء بالام اكبر شيء. اما الاسلام فوقر الام توقير لم يوقره احد، حينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من احد الصحابه من احق الناس بصحابتي يا رسول الله؟ قال امك، قال ثم من؟ قال امك ثم من؟ قال امك ثم من؟ ابيك. ثلاث مرات الام ومره واحده الاب، هكذا الام في الاسلام. المرة الأخرى كانت أحد الرجال يطوف بأمه وهو يحمله على كتفه، فقابله رسول الله ماذا تفعل؟ قال كي وفيها حقها حينما تعبت حينما ولدتني. الأم التي تصرخ حين الولادة تصرخ ألما، وبعدما تضع مولودها تراها مبتسمة رغم كل الآلام التي تحملتها. هكذا الأم تكون الأم المصرية، يعني احنا دائما وابدا لما نتحدث عنها نعلم مدى صدقها ومدى حبها للوطن، وبالاخص الام البلوخيه. يعني ما شفناش اي ام بلوخ بتشكي رغم ضيق الحال ورغم الازمات الاقتصاديه، بس دايما تقول ربنا معاكم وان شاء الله ربنا مع البلد دي وربنا مع الرئيس السيسي اللي هو رئيس كل المصريين. احنا حتى رغم ان احنا بنتكلم على العمرات، لكن في اخوات مسيحيات موجودين بيننا برضو يستحقوا التكريم. الام المسيحيه لا تقل بل على الاطلاق عن الام المسلمه في اي شيء، فان شاء الله تعالى في المحفل اللي جاي هيكون في جوائز للامهات المسيحيات، عشان للاسف الشديد فلسطين مقفوله ليهم، كنا زمان عملنا لهم عمره برضو. انا مش هطول، صاحب عريس الليله دي كلها النائب عمرو ابو اليزيد، يعني احنا بنشكره عشان عرفنا على كل امهات بلاء الدكرور، وحضر النهارده الساده الاشراف وعلى راسهم سماحه السيد النقيب نقيب الاشراف السيد محمود الشريف، سياده النائب الوكيل المحترم سليمان وهدان، طارق حسنين، واخوكم محمد اسماعيل وابنكم قبل اي حاجه. ونسالكم الدعاء لمصر قبل ما نقفل، لازم تدعوا لمصر، ربنا يعديها من عصرتها ان شاء الله تعالى. مصر ان شاء الله ربنا يفتح علينا. على فكره انا عايز اطمنكم، صدقوني مش هيمشي العام ده علينا الا لما ربنا يكرمنا كرم كبير. اللي بيمر على مصر مر قبل كده، مر علينا في عهد سيدنا يوسف 7 سنين خضر و7 سنين عجاف. صدقوني من 2010 لغاية 2017 السبع العجاف، أول 2018 أفضل سنة هتكون في تاريخ الأمة. إحنا شفنا العاصمة الإدارية وهي بتعرض في آخر موقف، كنا موجودين في مؤتمر الغردقة، هتعود بالنفع الكبير، في اكتشافات بترولية، في 1.5 مليون فدان، في مشروعات كبرى. والله إن شاء الله تعالى الخير بالصبر اللي أنتوا صبرتوا عليه هتجنوه، عشان كده ربنا في كتابه الكريم بيقول وبشر الصابرين. إن شاء الله تعالى أنتوا صبرتوا كتير وربنا هيعوض صبركم خير، وكل سنة وأنتوا طيبين، وكل سنة وأنت طيبة يا أمي، يا أم البلاقية، يا أم المصرية، كل سنة وأنتوا طيبين، وأشكركم جميعا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي عين على البرلمان. نحن الان في شارع ترعه زنين بحي بلاء الدكرور، حيث يقام احتفاليه عيد الام تحت رعايه النائب عمرو ابو اليزيد. يسعدنا ان نلتقي قبل ان يذهب من هذه الاحتفاليه معالي نائب وكيل مجلس الشعب السيد محمود الشريف، وايضا سياده النائب محمد اسماعيل، وايضا سياده النائب طارق حسنين. برحب بكم وكل ام مصريه وكل سيده مصريه بخير، وخاصة أمهات بلاء الدكرور. حضرتك تقول لنا كلمة النهاردة وحضرتك بتشرفنا في مثل هذه الاحتفالية الكبيرة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا شرف لي أن نكون وسط هؤلاء الناس البسطاء العظام، ده شعب مصر الأصيل، وشرف لأي مسؤول أنه ينزل للشارع، لأنه بنزوله إلى هذه المواقع الطيبة بيرتفع. وأنا من أسعد لحظات حياتي إن أنا أكون في هذا المكان وفي مثل هذه الأماكن، لأن إحنا بناخد منهم القدوة والمثل وحاجات الطيبة، ودي أماكن فيها مليئة بالوطنية وبالإخلاص لهذا البلد. وأنا عندما بحتفل بالأم، أنا بحب نحتفل بكل أم المصرية، لأن هي لها فضل كبير
علينا جميعا واجب تستحق مننا ان احنا نوفر كل وقتنا وجهدنا ان احنا نخدم المرأة المصرية. وايضا احتفالنا بالام هو احتفال له قيمة كبيرة جدا من رسخة هي الاخلاق. نحن في بلد الاخلاق كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نادى ربه وانك لعلى خلق عظيم. ولذلك احنا سعداء بتواجدنا في هذا المكان وانا اشكر زملائي الافاضل ان هم بادروا في هذا المكان. واحنا باي مكان بنتوجه له حقيقه وخاصه في مثل هذه الاماكن الطيبه واجب علينا ان احنا نتواصل معهم. وده تكليف من المولى عز وجل يحملنا بهذه المسؤوليه وشرف لاي انسان يجي هذه الاماكن. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا وشكرا لوقت حضرتك واستاذنك اخذ سياده النائب محمد اسماعيل. شكرا فندم. سياده النائب طبعا سياده النائب النهارده برضو تشريف حضرتك وانت ابن ولاية. بس من قبل اي سؤال يعني سماحه السيد الشريف يعني والوكيل سليمان وهدان يجوا بولاية ذكروا المكان الشعبي. ده رساله مجلس النواب قياداته متمثله في الوكيلين تيجي مكان شعبي النهارده ولا تامين ولا حاجه زي كده. عايزين نقول الامن اللي رجع ده ما رجعش بالسهل. الامن رجع طوال 6 سنين بتضحيات رجال الشرطه والجيش والشهداء اللي قدمت التضحيات دي. السيد بيه شريف وسط الناس كلها حواليه النهارده يعني بلا اي حاجه لانه بيحضن الناس بدي والناس بتسلم عليه. فعايز اقول دي رساله كبيره جدا لكل المصريين ان مصر النهارده بلد الامن والامان قبل اي اسئله اتكلم فيها. هو معروف طبعا سيد بيه معروف بلفتاته الوطنيه. يكفي ان احنا برضو يمكن اوجه الشكر من هذا المكان لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل عام 2017 هو عام المرأه. ده رسالة واضحة لينا وهي تكريم لكل امرأة في داخل مصر وأيضا رسالة للعالم احنا بنوجهها. هذه بلدنا بلد الأمن والأمان والاستقرار وحق علينا احنا في مجلس النواب نقدم كل الجهد والتعب والعرق لخدمة هذا الشعب الطيب. أشكرك فندم. طارق حسني اتفضل. خلاص اتفضل. سياده النائب الام المصريه وخاصه احنا في منطقه شعبيه منطقه بولاء هنلاقي سيدات كثيرات يعني ليهم مواقف جدعانه بيربوا ابنائهم في وسط صعوبات كثيره حياتيه. النهارده تقديرا لجهودكم النهارده جايين بتكرموا عدد من الامهات. طبعا يعني الحفل النهارده حفل رائع جدا يعني حتى احنا شفنا الام بسطتها ازاي فرحتهم بوجود مجلس النواب وسطيهم متمثل في الساده الوكالين والساده نواب المجلس وازمنا في اداره امبابه طارق بيه حسنين اللي تبرع بعمره لامهات بولاية دكرور. وده يؤكد لك النهارده ان التفاني اللي بيحصل في العمل مش فقط الشغل الدعايه لا ده مش دايرته ولكن هو بيحب النواب بيحب يدعم الساده نواب بولاية دكرور. واحنا نفس الكلام ان شاء الله هنرده له قريب. وفي نفس الوقت احنا استغلينا هذا الحدث ودعينا برده لحفل تاني ان شاء الله تعالى نص شعبان هيشرفنا فيه الساده الوكيلين باذن الله. ندعو السيد الرئيس بيدبسك يا سياده النائب. خلاص اتدبس ما فيهاش كلام يعني زي كده. لا بالعكس ده على الهوا ده شرف ده شرف لينا ده نقيب الاشراف قبل ما يكون وكيلنا والله واخونا الكبير اللي ايده مع الناس كلها هيشرفنا ان شاء الله تعالى يكون فيه برده 5 عمرات باذن الله تعالى لامهات المصريات وامهات بولاية دكرور ان شاء الله تعالى لباقي لعمره رمضان بالكامل. اليوم النهارده يوم جميل جدا يوم رائع. المراه المصريه البسيطه جدا كانت النهارده بتحفل بالدعوه الكريمه اللي وجهها عمرو ابو اليزيد لزمايله النواب. يعني بص على التكامل هو ده اللي احنا عايزينه بين النواب مع بعضيها البعض. مفيش تنافس بين بعضنا الا للخير فقط. ايدينا لازم تكون ممدوده للشعب المصري اللي محتاج يسمع مننا كلمه حلوه محتاج يسمع مننا تطمين على المستقبل. فعلا الناس كلها على فكره عايزه تطمن عشان كده لما كلمناهم ان المستقبل جاي فيه خير لقينا تسقيف حاد جدا جدا. كلمناهم على المشروعات الكبرى اللي هو السيد الرئيس بيضحي بجزء من شعبيته وهو عمال النهارده في مشروعات كبرى مدينه العالمين الجديده العاصمه الاداريه جبل الجلاله الاكتشافات البتروليه اللي عمالين نقب عليها بشكل كبير جدا شبكه الطرق الضخمه الكبيره الكلام ده كله. صدقوني المصريين اللي صبروا ربنا هيعوضهم خير والله. فعلا الكلام ده قلناه والناس كلها حاسه بالكلام ده. الناس بتقابلنا تقول يا ابني احنا قادرين نصبر مره واثنين وثلاثه بس طمنونا بلاش الناس اللي هي ايه الدعوات اللي هي بتحاول تخرب علينا استقرارنا الهدامه تحاول تنال من المصريين اطلاقا. المصريين على فكره خلف المؤسسه الرئاسيه وخلف نوابهم بيقولوا احنا معاكم ان شاء الله تعالى لغايه ما ربنا يكرمنا قريب باذن الله تعالى. الفتره الصعبه اللي مرت علينا
والله هتتعوض، هتتعوض كتير جدا. السيد الرئيس مدرك ان احنا اساسا نور عينيه وهو عارفين الكلام ده. وانا عايز اقول قصور بعض المسؤولين التنفيذيين ناتج 30 سنه ميراث من البيروقراطيه وميراث من العمل الصعب جدا عشان نغيره مش سهل. هناخد فتره طويله جدا في التغيير، هناخد فتره تغيير فلسفه احنا كموظفين حكوميين مع ابناء الشعب المصري. اول ما تتغير الفلسفه دي المواطن هيشعر ان هو والشعب المصري ايد واحده مع بعضيه، وهيشعر ان الدوله فعلا بتحنوا عليه. طبعا بعض الموظفين اللي هي عندها يعني نوع من الاريحيه ميراث 30 سنه من البيروقراطيه يعني تاثيراتها سلبيه شويه على 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 مجلس النواب وعلى حتى على فكره الحكومه، ولكن ان شاء الله تعالى فتره تتغير فتره كبيره جدا، وهنعمل عمل مؤسسي الفتره المقبله بحيث ان كل موظف يكون عنده قدره على الحساب بالانتاج. الكلام ده هيحصل في الشهر العقاري، هيحصل في كل مؤسسات الدوله، هيحصل في المرور، بحيث المواطن يحس ان الخدمه اتقدمت له عن قناعه محترمه جدا. مجرد المواطن يشعر بالكلام ده هيشعر بالرضا. القمامه ملف بدا يحصل في تحسن، شفنا محافظه القاهره بدات تشتري ملف القمامه، والله انا ناديت بيه من 9 شهور حتى معالي المحافظ استغرب، ولكن كنت انا موجود على فكره في قناه الحياه وقلت الكلام ده. الملف ده لما يجي يتم البلد هتبقى نظيفه، وبالتالي الانطباع المواطن هيكون في رضا. انا مش عايز اطول طبعا عليكم يعني كده، بس النهارده يوم جميل وحفل جميل، وده يوصل رساله مهمه جدا، المصريين عندهم رضا، والرضا ده اساس النجاح، لان ربنا قال ولئن شكرتم لازدنكم، واحنا شاكرين ان شاء الله تعالى وربنا يكرمنا باذن الله تعالى. بشكرك فندم. ست النائب طارق، حضرتك النائب عن دايره امبابه، النهارده تكاتف النواب النهارده، وحضرتك جاي النهارده للنائب عمرو ابو اليزيد في دايره بولاق، كان في ليها مردود كويس وفرحه كبيره وسط الاهالي النهارده. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عمرو اصلي حبيبي واخويا، وانا بحس فيه يعني شعله نشاط، ويا نائب المستقبل بصراحه، يا نائب انا بحبه. وطبعا احمد اسماعيل ده اخونا الكبير بقى يعني مش بالك، فانا حاسس ان انا كربون امبابه، انا في امبابه مش في تكروه حقيقي فعلا. المنطقه الشعبيه الجميله دي اللي فيها الناس البسطاء اللي احنا منهم، هي دي الشعب المصري يعني، هي ده الكادر الاعظم من الشعب المصري والشعب البسيط الجميل دوت اللي هو بنحاول نحن عليه لنقرب منه، نشوف مشاكله ونوصلها في الام. الام هي كل شيء في البلد. لو الام قدرت ان هي تربي اولادها صح، البلد في النهايه بقت صح، يطلع شبابنا اللي لازم نعتمد عليه، واللي هو يبقى ماسك ذخيره المستقبل ويقدر ان هو يوصلنا اللي احنا عايزينه. فالام مدرسه، اذا عددتها عددت شعبا طيب الاعراق. فمش عايزين نطول على الناس، خد بالك، الام الام الام، زي ما بنقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ولذلك النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما سيد بيه كان بيقول لمحمود بيه شريف، كان بيقول ان السيد الرئيس النهارده قرر ان العام ده يكون عام المراه المصريه بكل احتفالاته بكل فعالياته وبكل الاهتمامات النهارده، وده تقديرا لجهود المراه المصريه والام المصريه. طبعا انا بقول لك الام هي الاساس في القصه دي كلها. انا المره اللي في السنه اللي فاتت في تكريم الامهات عندي قلت لهم حاجه واحده، حضراتكم لو انتوا اقنعتوا ولادكم ان هم يشتغلوا ينزلوا يشتغلوا، يشتغلوا ايه؟ يشتغلوا اي حاجه لحد ما يشوفوا حاجتهم او المؤهلات بتاعتهم تشغلهم، الامور هتختلف قوي. ما كلمتش انا في عيد الام ايه، لا كلمت ان هو شغلوا شبابهم، الشباب بتاعنا ان هو يشتغل، يشتغل ايه مش مهم، بس المهم انه يشتغل. لو كلنا اشتغلنا الامور هتختلف كتير قوي. انا بشكر حضراتكم وبشكر تشريف حضراتكم لهذه الاحتفاليه، واحتفاليه كبيره رغم بساطتها، لكن هناك قبول وهناك فرحه كبيره داخل منطقه بولاق الدكرور. نتابع معاكم الاحتفاليه وخليكم معانا. بينضم إلي الآن عدد من الأمهات اللائي تم تكريمهن كأمهات مثاليات عن دائرة بولاق الدكرور. برحب بحضرتك يا أمي، بتعرف بك اسمك إيه؟ بسيمة جومة. كل سنة وحضرتك طيب. طيب يا ابني. النهاردة تكريم حضرتك ده شايفاه إزاي؟ أنا شايفة الدنيا كلها فرحانة بي، فرحتي بيكوا كلكم. النهاردة النائب عمرو أبو اليزيد عمل احتفالية لتكريم الأمهات النهاردة. ويهنيه يا رب. حلو حلو. ربنا يزيده من نعم الله. انت مبسوطه؟ انا مبسوطه بيكم كلكم وبيه وبعمله الحلو ده. جزء من رد الجميل لحضرتك على كل اللي عملتيه في حياتك وقدرت تربي كتير. انا شلت كتير وربيت كتير، اجيال اجيال عندي، انا اللي ربيتهم وعشت عليهم، ولاد اخويا ولاد اختي ولاد جوزي وكله كله فرحانه بتربيتهم. مبسوطه اللي عملت كده وطلعوا رجاله وشفتهم حلوين، فرحانه بيه وبولادي. عندي ولدين وبنت. عندك كم سنه يوم؟ انا عندي بتاع 75 سنه. ربنا يديك الصحه. الله يخليك ويبارك فيك.
تقولي ايه لامهات مصر النهارده وفي الاحتفال بيوم؟ اقول لهم يسعدكم ومبسوطين كلكم وانا مبسوطه بيكم كلكم والله. واحنا طبعا لنا الشرف ان احنا نقابل حضرتك ومبسوطين ان احنا نقابل سيادتك، وكل سنه وانت طيب. فيكم وانت طيب الله يخليك. ايضا كان هناك في هذه الاحتفاليه لفته جميله جدا، تم تكريم اول سائقه توك توك هنا في بولاء الدكرور. عرفنا انها بتساعد زوجها، هي بتشتغل الصبح زوجها بيشتغل بالليل. لينا هذا اللقاء معاها، برحب بيكي، بتعرف بيكي الاول. داليا عادل. داليا، انت المهنه اللي انت قررت ان انت تشتغليها مهنه صعبه شويه، سواق التوك توك، ليه اخترتي ان انت تشتغليها؟ مش لاقي شغل عامه خالص لاي مجال. انا اشتغلت كل حاجه بس مش الشغلانه دي بتجازي معايا في المصاريف، لان انا عليا التزامات كتير، بيت وايجار واكل وشرب وديون وقروض وكل حاجه. لقيت هي دي اللي بتجازي معايا، بدفع مثلا ورديه والباقي مثلا بيطلع لي بقى زي ما ربنا يريد. بس بتساعدي زوجك؟ اه بساعده، هو ممكن يشتغل ورديه ممكن ما يشتغلش، فانا شايله الدنيا كلها. طبعا معايا ولدين صغيرين، معايا عز الدين عنده 3 سنين ونص ومعايا ياسين عنده 1 سنة ونص. بس مهنه صعبه، بيقابلك فيها مضايقات اكيد؟ اه طبعا، بس لازم تعمل كل واحد بشكله وبلونه، يعني كويس بتعامل معاه بكويس، الوحش بتعامل معاه بوحش. تكريمك النهارده شايفاه ازاي؟ يعني مبسوطه شويه طبعا، ومبسوطه كمان باستاذ عمرو ابو اليزيد، ربنا يا رب يبارك له ويديله الصحه، لان بني ادم متواضع ولا ما حدش شاف منه اي حاجه وحشه. حاسه ان تكريمك ده جزء النهارده من في تقدير للشغلانه بتاعتك واللي انت قررتي ان انت تشتغليها رغم انها صعبه؟ طبعا، مع ان في ناس كتيره بتبقى شايفين ان انا مش بعمل حاجه غلط، بس في ناس اكتر الاغلبيه بيقولوا ان انت بتعملي حاجه صح، بتشتغلي بشرفك وجدعه وبتعامل باحترام، ما بهزرش مع حد، ما كل حاجه بتبقى عندي رسميات راجل، مش واحده خالص. يعني شكل ده ما بيبقاش شكل وانا شغال، ما بيبقاش حاطه ميك اب، ما بيبقاش اي حاجه، فلازما كل حاجه بتتغير. انا بشكرك جدا، شكرا جزيلا، وربنا يقويك على كده. تعالي يا امي، برحب بيكي، تعرف بيك اسمك ايه؟ مديونه. النهارده انت تم تكريمك النهارده، شعورك ايه النهارده وانت بتتكرمي؟ احلى حاجه. تعالي بصي للكاميرا. اه والله احلى حاجه، وربنا يخليكم، واحلى تكريم. بس انا نفسي في حاجه، انا جايه هنا عشان نفسي في عمره، لما يكون حتى ايه، انا جايه عشان مخصوص، عشان ايه؟ ربيت 8 اولادي وكتبت عليهم واشتغلت عليهم في البيوت، بس نفسي اطلع عمره وجوزتهم كله ما شاء الله، من صغير لكبير، وبنات 2 جهزته، بس نفسي اطلع عمره ان شاء الله. ان شاء الله العمره مجهزه مسبور ومجهزه ورق كله، ونفسي ان انا ايه اللي جايباني هنا وقاعده مستنيه الفرز عشان العمره ان شاء الله. ربنا يكتبها لك يا ادي اللي انا كتبها من ربنا، ما فيش الا هي ان شاء الله. يعني انا خلاص انا عندي 70 وجوزت 8 وعايزه عمر عند ربنا ان شاء الله. ربنا ينولها لك ويجازيكي خير على تربيه ولادك الـ8. الله يخليك يا ابني ويخليكوا وتعيشوا وتعملوا، يعني الحمد لله، مش عايزه حاجه من ربنا الا هي سلمها بس. بشكرك يا حاجه، شكرا جزيلا، وده كان لقائنا مع عدد من الامهات اللي تم تكريمهن، شكرا جزيلا ليكم وتابعوا معنا. بينضم الي الان سياده النائب عمرو ابو اليزيد، نائب مجلس النواب عن دائره بولاء الدكرور، وهو راعي هذه الاحتفاليه تكريما لامهات حي بولاء الدكرور وامهات مصر بصفه عامه. هذه الاحتفاليه احتفاليه كبيره، لاقت قبولا واستحسانا من العديد من الامهات، خاصه انها تم توزيع عدد من الجوائز، عدد من المبالغ الماليه على السيدات العاملات واللائي يساعدن ازواجهن، وايضا اللائي قمن بتربيه اولادهن بشكل جيد، بالاضافه الى توزيع العديد من الجوائز تتمثل في عمرات. مع الان سياده النائب عمرو ابو اليزيد، برحب بحضرتك وكل ام مصريه وكل ام بولائيه بخير. كل سنه وانتم طيبين، طبعا برحب بقناه الحياه في بولاء الدكرور، احنا بنقول لكل امهات بولاء الدكرور كل عام وانتم بخير، بنقول لكل امهات مصر كل عام وانتم بخير، احنا بنقول لكم احنا بنعمل حاجه بسيطه لامهات امهاتنا اللي هم تعبوا علشاننا، ولكن هو يوم ما يحققش اي حاجه من اللي عملوه لينا، عشان كده بقول لهم كل عام وانتم بخير. ويمكن انا بحرص على تكريم امهات بولاء الدكرور لان هم ليهم معزه خاصه عندي، لان هم بدعواتهم
بامانه انا يعني بسلك في الحديد بامانه. يمكن الواحد بيتعرض لمكائد ومصائب في حياته المعيشيه وحياته الوظيفيه، ولكن بدعوات امهاتنا ربنا بيسترها معانا. عشان كده دي اقل حاجه تتقدم لامهات بولاد دكرور، وامهات بولاد دكرور فعلا امهات جدعان جدا، بيتميزوا بالجدعنه وبيتميزوا بقوه التحمل، وبيتميزوا اللي هم بيتحملوا المسؤوليه لاولادهم ولاحفادهم ولاحفاد احفادهم. عشان كده دي اقل حاجه تتقدم لهم، واحنا بنقول لو نقدر ان احنا ندي جايزه ل 365 يوم لامهاتنا هنديهم كل يوم. وانا بقول الابناء وابناء الامهات وابنائنا كلنا، مش لازم تهدي امك هديه في عيد الام، المفاجأة جميلة، ممكن تهدي في يوم عادي جدا غير متوقع تديها هدية، صدقني ده بيبسطك كتير جدا، بيحسسها ان انت فاكرها دايما، بيحسسها ان انت مقدرها. عشان كده يكفي فرحة امهاتنا اللي موجود اليوم، وانا فرحتي كبيرة جدا جدا عشان هم شايف عينيهم الانبساط والفرحة، وان شاء الله ربنا يكرم كل واحدة ويكون من نصيبها العمرة ان شاء الله. يمكن احنا عاملين 4 رحلات عمرة ان شاء الله، فربنا يوفق الجميع. انا طبعا بتعامل بامكانياتي، وكنت اتمنى ادي لكل امهاتنا كلهم رحلات عمره، ولكن انا دي امكانياتي، واتمنى ان انا اكون امكانياتي اكتر من كده عشان افرح كل امهات مصر. النهارده الاحتفاليه النهارده زاد الناس فرح النهارده بتشريف وكيلي مجلس النواب، عدد من النواب عن دوائر اخرى، كانت لفته جميله جدا النهارده. طبعا حضر الاحتفال الوكيل الاول وكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف ونقيب الاشراف، وحضر السيد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وحضر النائب طارق حسنين نائب دائره امبابه، وحضر النائب محمد اسماعيل نائب دائره بولاق، وحضر النائب علاء والي عضو مجلس النواب رئيس لجنه الاسكان، وحضر النائب احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه. احنا بنقول لهم بنشكرهم، وتشرفهم فينا تشرفهم لينا، رفع معنويات امهات بولاق الدكرور، وبنقول لهم ان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، واسيبك تكمل الاحتفاليه. شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا النهارده مع النائب عمرو ابو اليزيد عن دائرة بولاق، عضو مجلس النواب النهارده، وهو من قام بهذه الاحتفاليه تقديرا لجهود السيدات والمراه البولائيه، وايضا تقديرا لكل امهات مصر. كل عام وسيدات مصر، وكل عام وامهات مصر بخير، واشكركم على حسن المتابعه، والى اللقاء. احنا زي اي حد يتجوز وخلف وكده، كان اسلام ده اول ولد في العيله اصلا اولا، فعرضنا بقى على روحنا بقى لاكبر دكاتره، لفينا وقالوا بقى انه عنده ضمور في العضلات وسالت جامد، فبقيت يعني عايزه احسسه ان هو ايه يعني ما فيهوش اي حاجه. وبعد كده طوى جت، هما كان في اعدادي طوى بقى، كنا فرحتنا بها كبيره جدا، او دكاتره كلهم قالوا ان البنت بيشفى المرض ده. بعد كده بقى بدات تدور الحاله بنفس، والحمد لله انا حصلت انا عمل خارق، الموضوع صعب، هي بتعمل كل حاجه، يعني هي بتعمل كل حاجه من غير ما تحسسنا ان هي بتعمل اي حاجه. يعني انا شايف تقريبا الناس ان انا قاعد على كرسي متحرك، شغل طبيعي جدا، عندي لقاءات صحفيه بعملها، مفيش خروجه مثلا كان نفسي فيها وما اختار، يعني في تفاصيل كتيره في اليوم ماما بس اللي بتعرف تعملها، وبتروح مدرستها وبتعمل كل شيء. بقيت اشجعهم كده، واروح معاهم المدارس واوديهم وارجع، يعني اودي كل اللي راح كليه اوديه كليته في القاهره، وارجع على مدرسه، ولو جيت يوم تعبت انا بعيط، عشان مش عشاني، عشان انا مش هنفعهم. يعني بتهيألي ربنا بيدينا الصحة عشانهم هما، يعني أنا إيديهم ورجليهم كل حاجة. بس في الدنيا الحمد لله أنا شايف إن ربنا ما ظلمنيش خالص، يعني الحمد لله، وكفاية إن هو بعت لي ماما وبابا بس. يعني أنا الحمد لله طلعت صيدلانية، طلعنا يعني على إنه التعليم ده أهم حاجة. اتجوزت ابن عمي إلا توفى يعني في 1997. تفكير الزواج ده طبعا غير وارد، لأن أهم غير وارد خالص، لأن طبعا 3 أولاد يعني الثاني دفع
هم دول اهم حاجه، هم دول الثروه بتاعتي لغايه ما انطون اتخرج بقى مرشد سياحي وعمل حاسه ومشي وراح السماء توفى. هو غالي، الابن الاكبر ده اغلى حاجه في الدنيا، بس في اتنين تانيين انا مسؤوله عليهم برضو، هما ولادي زي ما هو ابني. كانت لحظه جد قوي ان انا كان لازم اختار الطب، يعني اختار حاجه طبيه. انا يعني لما بشوف ابني ده احسن حاجه بعد ما اتخرج وبقى دكتور، يعني ده بالدنيا كلها عندي. حضرتك انا جوزي يعني كان عامل كلمة الله يرحمه وسامحه، فاولاد الحلال قالوا لنا قدام كش المعاش الضمير الاجتماعي، هو ده اللي تقدري بعد تكملي مسيرتك مع اولادك وكده. وبقيت يعني كان عندي مكان على قد كده، يعني هي عاديه ما كانش حتى لا حدا، كنت بحطها على ترابيزه كده. معاش اول ما خدت معاش كان 120 جنيه. انا حضرتك كان الحمد لله بقرا واكتب، والحمد لله يمكن ما لا رحت لمدرس ولا، والله انا علمت نفسي بنفسي، وبعدين رحت على طول امتحنت وخدت اللي هي شهاده المحفوظ امي. لما والدي توفى او كده انا امي بقت خلاص، يعني انا مبقاش قدامي هي امي وابويا وكل حاجه ليا. انا مش عاوز اقول لك، انا كل دايما ادعي ربنا يا رب يكرمني عشان افرح امي. انا جبت كذا كذا يا ماما، هندسه ان شاء الله يا ماما، ما بقتش مصدقه، بقت كاني ماسكه السراب بايدي، الحمد لله رب العالمين. اما عبد الله كان هو عايز تربيه رضيه، كان هو حبيبها، والفضل في ده كله يرجع للست اللي قاعده دي، هي اللي تعبت معانا الصراحه وعلمتنا وكبرتنا. كلمه ماما احلى كلمه في الدنيا، وهم احلى هديه من ربنا، ولادي هم احلى هديه من ربنا. في أول الأمر خالص أنا كنت يعني قريبة زوجي جالي 3 عيال معاقين، وزوجي توفى سنة 93، فكرت إن أنا أعتمد على دراعي وأعتمد على نفسي بس. المهم بقى خالد اللي هو جوه ده اتجوز، وما أردش ربنا إن هي إيه انفصل، سابت لي 3 بنات وسابت العيال. البنت الأخرانية كانت عندها 3 سنين، انا كنت متجوزه زوجه تانية، يعني ده ابن جوزي بيني وبين عيالي ما فيش تفضيل. دلوقتي يجيب لي الهدايا ويجي يزورني من اللي هو شافه مني. بنحبه كتير، قد الدنيا لها بحاجة نعمل لها اللي تطلبه مني. المشوار بتاعي كل بالنجاح، العيال اللي نجحوا، واحده دخلت الجامعه واخر سنه كليه التربيه كانت جايبه في الثانويه العامه 88.5%، الثانيه في تجاره وبتاخد ميداليات وحاجات في الرياضه برضه في الكونغ فو. يعني انا مبسوطه ان انا كنت اتمنى قوي ان انا اوصل للجامعه واوصل لاكثر من الجامعه كمان، والماجستير والدكتوراه. عوضوني العيال دي اللي انا كنت عايزاها. عملت لي كتير، ومهما اتكلم كمان مش هقدر اقول على اللي عملته. كفاية ان هي كانت بتراعي معوقين وبتراعي اطفال، وكانت ام وكانت جدة وكانت اب وكل حاجة. ام دي حاجة كبيرة جدا. الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيبا العراق. الام دي هي اللجنة الاولى في تقدم الشعوب لعلمك، لان هي اللي بتربي النشء اللي هيطلع يمسك البلد بعد كده.